يستقبل هذا المركز حوالي 430 مريض يعانون من العجز الكلوي المزمن في مراحل متقدمة، منتظمين في جداول بمعدل غسلتين إلى 3 غسلات في الأسبوع لكل مريض، يعني كل غسلة 3 ساعات، 3 إلى 4 ساعات طبعا، يعني بمعدل شهري للغسلات 4000 غسلة تقريبا في الشهر، يعني يوميا عندنا تقريبا 150 إلى 170 غسلة يوميا. المرضى كلهم يعانون من العجز الكلوي المزمن في مراحل متقدمة. احنا فقط نستقبل مرضى العجز الكلوي، العجز الكلوي عادة العجز، نعم غسل فقط، غسل كلى، غسل الكلى الدموي، نعم. عدد الأجهزة الموجودة 48 جهاز، الشركة شركة تركية، شركة تيكيماش هي التي أوكل إليها بناء هذا المركز ضمن يعني ضمن مشروع الديلز الوطني. المركز الحمد لله متكامل إلى حد ما، في تفاصيل العقد يعني توفير كل شيء يعني من الأجهزة إلى السيتات إلى المواد المختبرية إلى حتى أجهزة سونار وأجهزة إنعاش، كل هذا. المشكلة في إحنا عندنا يعني هذا المركز مشكلتنا أنه بعيد نسبيا عن المستشفى، والمريض أصلا هو مريض تعبان يعني مريض عجز كلوي، فيحتاج أنه طوارئ، دخول طوارئ بعد أن يكمل الغسلة أو أثناء الغسل مثلا تخربط، يحتاج أنه يوقف الغسل ونحيله إلى المستشفى. يعني إحنا بالساحل وذيك بالساحل، الوزارة أصرت أنه ينبني المركز في الأصلي، الموقع الأصلي للمستشفى، اعتبار أنه مستشفى بن سينا، هاي مستشفى بن سينا بالأيمن، ما عندهم أنه يتداوم في موقع بديل. إحنا ما عندنا مثلا طوارئ، ما عندنا يعني خدمات مثلا أشعة، ما عندنا يعني فحوصات طارئة للمرضى مثلا، يعني احنا زين غسل فقط. فاحنا هاي مشكلة نواجهها بصراحة للمرضى خاصة في حالات الطارئة. احنا عندنا مشكلة واحدة بس بالنسبة للكادر كله متوفر وزين ومعاملتهم حلوة معانا وشغلهم نظيف ويعانون المرضى، بس عندنا شغلة الأدوية. احنا الأدوية روح ناخذها من الرشيدية، احنا نطلب من عندكم شيء واحد بس تجيبونا هو هنا، احسن ما اروح هناك نقف سرة، وهنا موجودة الصيدلية يعني متوفرة الصيدلية، المفروض هنا يوفروا لنا اياه. احنا هنا عن نغسل، ليش احنا نروح نرجع كرتلخ على الرشيدية نجيب العلاج؟ على ذاك الجانب احنا عن نطر ونروح هناك، عن نروح الصبح والجو بارد يعني المريض لازم يجي معانا، هاي شغلتنا بس، ولا كله متوفر والدكاترة زينة والكادر كله زين، الكادر وما شاء الله عليهم وشغلهم كلش حلو ومترتب. والله عندي حالة، عندي ولد اغسل عمره 14 سنة من غضاء البعاج، معاناته والله يريد يفتحون بلغضة يعني ما الغسل، عندنا غضاء البعاج وعندنا غضاء سنجار وعندنا تل عفار وغضاء ناحية ربيعي كله ما بغسل هذه، فحنا الطريق 3 ساعات، فحنا نتعب والمريض يتعب، فنطلب منهم يعني يفتحون بلغضة والنواحي. نعم تعب على المريض وعلينا، والله حنا أهل وهم نتعب جاعدين.